حيث تعرضت لحادث سيارة، فقدت بسببه يدي اليمنى وأصبحت مقعدا على كرسي متحرك. ومع أني أعيش حياة تعيسة فإني أخاف من الموت، لأني أخشى عقوبة الآخرة. وتروي لنا كتب السيرة أن معاوية رضي الله عنه كان يقول: إني لا أستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله. وهذا رجل يقال له أبو العلاء حدث قائلا: كان لي خصوم ظلمة فشكوتهم إلى أحمد بن أبي داود وقلت له: قد تضافروا علي وصاروا يدا واحدة. فقال: يد الله فوق أيديهم. فقلت له: إن لهم مكرا. فقال: ولا يحيك المكر السيء إلا بأهلك. فقلت: هم فئة كثيرة. فقال: يا أخي، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. أيها المؤمنون، وهذا علي بن علي العليا، وكلمة الشرك هي السفلى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. واجمع كلمتنا على الحق والصراط المستقيم. اللهم احفظ بلادنا ومقدساتنا وارضنا وشعبنا وامتنا من كل سوء ومن كل عدوان. اللهم احفظ ارض الاسراء والمعراج، ارض المحشر والمنشر، من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم احفظ اولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث المساجد التي تشرف اليها الرحال. اللهم اجعل مدينه القدس مدينه امن وسلام لياتيها المؤمنون الموحدون من كل مكان. اللهم ثبت اهل القدس في ديارهم ومنازلهم، واجعلهم وايانا من المرابطين في هذه المدينه المقدسه يا رب العالمين. واجعل الدائره تدور على من اراد بهم مكرا وسوءا. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، حربا على اعدائك وسلسا لاوليائك. اللهم بسطره جبروتك وبسلسه اغاثه نصرتك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى ببابك. نسالك وكفى بالله وليا.
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاة. وقد عبد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم
والظلم ثلاثة.